محمد عبد الصبور مراسل قطاع الاخبار التلفزيون المصري. انا هبدا من اخر رقم سيادتك ذكرته، المقارنه بين خمس سنين وخمس سنين بعد. الرقم في النهايه معدل 4.7%، ده معدل الزياده. هل يعني كان هو الطموح لهيئه قناه السويس خلال خمس سنين، ولا شايف سيادتك ان الرقم ده قد يكون تاثر بانخفاض حركه التجاره العالميه، بانخفاض اسعار البترول؟ وهل في طموح ان يعني او اعتقد الخبراء او المحللين بيطمحوا او بيعولوا على رقم ربما اكثر من ذلك؟ هل هناك طموح من قبل هيئه قناه السويس لمضاعفه او لزياده هذا الرقم خلال خمس سنين قادمه اخرى، يعني على 2025 هل نتوقع ان يكون هناك زياده اكثر من ذلك؟ شكرا. شكرا لسؤالك يا فندم. طبعا احنا ولا احنا الطموح بتاعنا ما بيقفش عند حد يعني، لكن طبعا كل حاجه محسوبه وبخطه يعني، ما بيبقاش كلام عشوائي يعني. لما اتفتحت قناه السويس الجديده حقيقه كان واضعين في حساباتنا ان هي في 2023 تحقق ضعف العدد اللي بيمر من السفن وضعف العائد بالدولار. احنا وصلنا لغايه 81 سفينه شهر اغسطس اللي فات، عدى 81 سفينه فيهم واحد ب 4 مليون طن بضاعه. فدي كانت برضو بالنسبه لنا علامه مؤشره ان احنا شغالين مظبوط يعني. احنا يمكن تكهكرنا شويه في الفتره بتاعه كوفيد دي، الاربع شهور او الخمس شهور دول، ولكن انا منتظر دلوقتي ان شاء الله ان التجاره العالميه بدات تتعافى، عدد السفن هيزيد، الحمولات هتزيد، وبالتالي العائد بالدولار هيزيد. احنا هنفضل شغالين. يمكن انا قلت ان انا الخطه الاستراتيجيه اللي احنا عملناها للهيئه وعرضناها للسيد الرئيس ل 2023، وكنت انا مصمم ان انا اعملها 2023 عشان احقق الانجازات اللي كانت اتعملت عشان قناه السويس الجديده، اللي هي ان احنا نعبر 95 سفينه بدل 45، وندخل دخل 10 مليار دولار بدل 5 مليار دولار. فالطموح موجود وبنعمل عليه، مش طموح وخلاص ما فيش، لا ما هو لازم شغل. احنا بنشتغل على الموضوع دول، كل رجال الهيئه بيشتغلوا عليه بيساعدوني، بنقعد نحط قرارات. يعني موضوع التخفيضات اللي احنا عملناها ده والنسب دي، يمكن حد يشوف ان هي كبيره يعني وفي ارقام كتير، الكلام ده خد مننا مش عايز اقول شهور يعني، علشان نقعد ندرس ونحسب السوق ونشوف الشيب بيلدنج فيه ايه، السفن الجديده بتتبني الناس بتشتغل ازاي، ايه اللي عطلان ومش هيشتغل وهيشتغل امتى تاني، وهترد التجاره ولا مش هترد، كل دي لها حسبه. ولما جينا نعملها عملناها لثلاث شهور بس، عشان برضو نقف تاني وقفه تاني، نحسب حساباتنا اللي فاتت عملنا فيها ايه، حققنا ولا حققناش، ونبدا نبص على الثلاث شهور اللي بعديهم نعمل. انا هقول لحضرتك حاجه، احنا كنا حاطين في خطتنا في الحسابات ان احنا نزود رسوم قناه السويس في يناير دون، يمكن انا اعلنتها مش هخبيها يعني، ان احنا نزود 5% على سفن الصب الجاف وسفن الحاويات، نتيجه المؤشرات كانت عندنا بتقول كده. لكن لما حصل الازمتين اللي حصلوا كورونا احنا تراجعنا على طول، وكنا مرنين جدا علشان مصلحه المكان، مش عشان نقول لا احنا خلاص هي 5% اللي عايز يعدي ويعدي مش عايز يعدي ما يعديش، لا ابدا. انا احنا زي ما بقول دايما ان احنا بنجري ورا كل سفينه عشان تعدي من عندنا، بنتكلم مع التوكيلات وبنقعد معاهم وبنعمل معاهم اجتماعات كتير جدا عشان الموضوع ده. فالطموح ملوش حدود، وان شاء الله هنحقق برضو اللي احنا بنصبه اليه في 2023، ان يتضاعف عدد السفن ويتضاعف العائد بالدولار. مع حضرتك شيرين عبد الهادي، برنامج بيبان الخير. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، وكل سنه وحضرتك طيب ومصر كلها طيبه. حضرتك بخير. حضرتك كنت بتقول ان قناه بنما من القنوات الكبيره جدا، وكان التخفيض 22%. الحمد لله قناه السويس كان نص من 10%. وبمناسبه بيننا النهارده في افتتاح او في ذكرى افتتاح قناه السويس الجديده، حضرتك شايف الفضل يرجع قد ايه؟ او بنسبه قد ايه لافتتاح قناه السويس الجديده؟ تمام. شكرا. احنا يمكن عرضنا هنا احنا خمس سنين اللي هم من 15 قبل افتتاح قناه السويس بخمس سنين، وبعد افتتاح قناه السويس بخمس سنين، والزياده كانت 3.7% في عدد السفن، زياده 16.9% في الحموله، وزياده 4.7% في العائد بالدولار. طبعا هو ده الكلام ده كان مقصود بيه سؤالك، جيد جدا طبعا او ممتاز، لان احنا لازم دايما نركز ان لولا قناه السويس الجديده احنا ما كناش قاعدين النهارده كده بنتكلم مع بعض، وما كناش وصلنا للارقام دي، وما كناش حافظنا على الاقتصاد المصري بالدخل اللي هو بيخش ليها. فهي ليها فضل طبعا كبير، ومن مكاني هنا برضو بشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو اللي ادى شرارة الانطلاق، هو اللي تحمل المسؤوليه في
في ان احنا نحفر قناه السويس الجديده، وتحمل ان هي تبقى في سنه، وتحمل ان التمويل بتاعها يبقى تمويل من المصريين. يعني احنا قلنا عايزين نعمل قرض، هو لا، هو اصر ان المصريين هتموله، وكان عنده ثقه في المصريين اللي ما خذلوهوش صراحه، وجمع 64 مليار جنيه في 8 ايام. من هنا بشكر سياده الرئيس على اللي حصل ده، نشكر فريق مهاب والمجموعه كلها اللي كانت تعاونت معاه من 5 سنين عشان يحطوا الخطط دي ويتابعوها وينفذوها وينفذوا في سنه واحده بدون تواني، ووصلنا لغايه اللي احنا وصلنا له ده. فهي انا بشكرك على السؤال، متشكر جدا.